سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى برنامج اقتصاد ملتي ميديا عبر ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، والذي يتواجد اليوم بقصر المعارض الصفاكس لتغطية المعرض الدولي للصناعة في الجزائر في طبعته الثانية. ويسعدنا بهذه المناسبة أن نستضيف السيدة بشيري فريال، منظمة والناطقة باسم هذا المعرض. أهلا بك سيدتي. أهلا بكم أنتم، مرحبا بكم في المعرض صناعة إكسبو. نعم سيدة بشيري فريال، بادئة ذي بدء، يا حبذا لو تعطينا نبذة أو بطاقة تقنية عن المعرض. أكيد، أول حاجة مرحبا بكم وبجميع زائرين المعرض صناعة إكسبو. المعرض صناعة هو معرض 100% مهني، تم الافتتاح تاع المعرض البارح والذي سيدوم 3 أيام من 28 إلى 30 نوفمبر بقصر المعارض صفاكس في الجناح كونكورد. هذا المعرض لقد نظم أول مرة في سنة 2020، وكان عنده نجاح كبير. لماذا؟ لأنه قامت الدولة الجزائرية بمحاولة إنعاش الصناعة يعني منذ سنتين، والدولة يعني تحث الصناعيين الجزائريين والعارضين اللي عندنا اليوم، تحثهم على إنعاش الصناعة. ولهذا كان عندنا البروجي، كان عندنا الهدف تاعنا هو إنشاء منصة مهنية، والحمد لله راه معنا اليوم 200 شركة، يعني 200 شركة جزائرية، شركات جزائرية ممثلة لشركات أجنبية، عندنا شركات ناشئة، كل هذه الشركات اللي هي اليوم معنا واللي تمثل الصناعة الجزائرية حاليا. ما هو البارز والجديد في هذه الطبعة؟ أول حاجة عندنا عدد أكثر من العارضين. هذه السنة عندنا أكثر من 200 عارض، والحاجة المهمة كذلك أنه في الطبعة تاعه الأولى صناعة كانت 4000 زائر. اليوم الثاني تاع المعرض ورانا فوق 4000 زائر، يعني كاين أهمية أكثر وأكثر من السنة الماضية بالنسبة لمجال الصناعة. يعني الناس راهم يصبح ينوضوا ويخرجوا، والأوبجيكتيف تاعهم الهدف تاعهم أنه يجوا من شأن بناء علاقات تجارية، بناء علاقات مع شركات الموجودة. يعني هناك أهمية أكثر بالنسبة للشركات الصناعية في الجزائر لقضية الصناعة، وهذا ما يعني يفرحنا كثير، وإن شاء الله يكون عوائد على الميدان الصناعي بالجزائر. نعم، يتواجد في المعرض كما قلت شركات الجديدة متكاملة الحلول الصناعية. ما هو دور هذه الشركات وما مدى أهميتها بالنسبة لقطاع الصناعة؟ أكيد، يعني اليوم في المعرض صناعة كاين كل الحلول صناعية، كل الحلول بأتم معنى الكلمة. علاش؟ لماذا؟ لأنه الهدف المعرض أنه لما يتقدم الصناعي المحترف إلى المعرض كزائر، ماذا بينا يعني من الأفضل أنه يجد كل الحلول متواجدة في المعرض. يعني لما يتقدم يجد كل الخدمات، كل المنتجات، وكل الحلول اللي هو راهو يحتاجها في يومياته كصناعي محترف. يعني هل خصصتوا منصة يعني إلكترونية لتسهيل عملية الاتصال بالنسبة يعني للزوار ولا؟ أكيد، مثلا لكل زائر لديه بطاقة إلكترونية اللي موجودة فيها كل المعلومات تاعه، واللي بعد يعني موافقة الزائر والزائر راهو يقدر يمد المعلومات تاعه عبر أسكان، يمد المعلومات تاعه للعارض، وبهذه الطريقة يتمكن العارض والزائر البقاء يعني على اتصال كل سنة، وليس فقط خلال المعرض، يقدروا يقعدوا في اتصال متكامل خلال كل سنة خلال 365 يوم، وهذا ما يقدر يبني علاقات جد متينة ما بين يعني المحترفين الصناعيين العارضين والزائرين اليوم اللي راهم معنا. مشاركة دول أجنبية
ماذا تقدم هذه الدول من خلال شركتها بهذه المناسبة؟ يعني حاليا عندنا 6 دول مشاركة بالمعرض. الدول هذه المشاركة هي تركيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، وأكيد ألمانيا كذلك. الهدف من إقبال هذه الشركات، هذه الشركات تتقدم للجزائر خلال معارض لتستثمر، لأنه لابد أن نؤكد أن المعرض هو مركز اقتصادي. تقبل هذه الشركات الأجنبية من خلال بناء شراكات مع شركات جزائرية، حتى الشركات الجزائرية هذه تولي تمثلها. وش لازم كذلك لازم نقول أنه الشركات الأجنبية راهي تجي خلال المعارض بالهدف يعني تقديم منتجات أو خدمات ليست موجودة حاليا في الجزائر. يعني بفضل قدومها واستثمارها بالجزائر حيتم علاقات تجارية مع شركات جزائرية اللي حتولي تتمكن من تقديم خدمات بدورها، تقديم خدمات ومنتجات غير موجودة حاليا. وهاي الهدف تاعنا هو أنه هذه الشركات الأجنبية تبني علاقات تجارية، علاقات مهنية مع شركات الأجنبية حتى يعني نولوا يعني نتقدموا أكثر وأكثر في الميدان الصناعي بالجزائر. فاصل قصير سيداتي سادتي، ثم نواصل بعده هذا الحوار. مرحبا بكم سيداتي سادتي مجددا في برنامج اقتصاد ملتي ميديا المتواجد كما ذكرت آنفا في معرض الدولي صفاكس لتغطية فعاليات معرض الصناعة الدولية، وذلك بحضور السيدة بشيري فريال. مرحبا بك سيدتي مجددا. ميرسي، مرحبا بكم انتوما. نعم سيدة فريال، ما مدى أهمية هذا النوع من المعارض بالنسبة للصناعة الجزائرية؟ لدي هدف واحد وإن شاء الله نلحقه له. الهدف من هذه المنصة الصناعية اللي هو يمثلها المعرض الصناعة هو ارتفاع نسبة مساهمة الميدان الصناعي في الإنتاج في الناتج الداخلي الإجمالي. حاليا الصناعة الجزائرية تمثل 6.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. الهدف تاع الدولة الآن هو أنه ترتفع هذه النسبة من 6.4% إلى 10%، ولمدى لدى 15 إلى 20% خلال السنوات الخمسة القادمة. الآن الدور تاع المعرض، الدور تاع صناعة إكسبو إن شاء الله، هو تحفيز هذا الميدان، هو بناء علاقة قوية ما بين المشاركين تاع المعرض والزائرين اللي هم المهنيين الصناعيين حتى نصل إلى الهدف، وهو تحفيز الميدان الصناعي بالجزائر، ويمثل هذا الميدان من الناتج المحلي الداخلي نسبة جد مرتفعة إن شاء الله. ما هي أحدث التكنولوجيات المبتكرة التي ستتناولونها وستتطرقون إليها خلال هذا المعرض؟ أكيد شركة إيزيفيرس ألجيريا هي أول شركة منظمة للمعارض بالجزائر. يعني لدينا 5 معارض استراتيجية ننظمها كل سنة، منها مغرب فارما إكسبو اللي هو المعرض الصناعة الصيدلانية اللي هو أكبر معرض في إفريقيا وفي العالم العربي، ولدينا كذلك معرض الحماية والأمن، معرض التكنولوجيا الحديدة. إيزيفيرس ألجيريا تقدم خدمات في قضية تنظيم المعارض ذو تكنولوجيا حديثة، مثلا الإيزيجو اللي هو واحد من الخدمات اللي يقدمها المعرض صناعة، أنه كل العارضين يتمكنوا من
استقبال كل معلومات الزائرين حتى يبقوا في اتصال كل السنة بواسطة البطاقة الإلكترونية التي يتحملها كل زائر، التي تحمل كل معلوماته، واللي هو يرافق ويوافق على أنه يوصلها إلى العارضين. يعني هذه التكنولوجيا مثلا هي تكنولوجيا حديثة لتمكن الزائرين وتمكن العارضين أن يبقوا على اتصال كل السنة ويبنوا علاقة أمتن. نعم، هل من اتفاقات شراكة ستبرم خلال هذا المعرض؟ يعني هذا اليوم الثاني من المعرض، وقد بدأنا شرعنا الآن في مع العارضين تاعنا حتى يحجزوا الأماكن تاعهم السنة المقبلة. والشركات العارضة حاليا راهي بدات تحجز الأماكن تاعها للسنة المقبلة. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على انه هذه الشركات لديها حاليا خلال المعرض عائد على الاستثمار تاعها، لانه كاين شركات اللي تكبر اي تدي مواقع اكبر، كاين اللي شركات اللي راهي تدي مواقع اكبر وتتقاسمها مع شركات اخرى. يعني دليل على انه كاين علاقات راهي تبنات خلال المعرض. يعني وهكذا بهذه الطريقه نقدر نعرف انه هذا المعرض راهو يكبر بواسطه العارضين اكيد، وبواسطه العلاقات اللي راهي تبنى ما بين العارضين والزائرين. في الاخير، كيف تتعاملون مع الزوار المحترفين وتوجيهه؟ يعني نحن شركه اللي نتعامل مع الزوار كل السنه وليس خلال المعرض، يعني نبقى على اتصال دائم معهم. كيف؟ لأنه نحن شركة كل سنة نكلم الزوار تاعنا، نبعث لهم رسائل إلكترونية. يعني كل الزوار ولا المحترفين فقط؟ كل الزوار. كل الزوار أكيد، كل زوارنا هم زوار محترفين في الميدان تاعهم. تضعونهم كلهم في خانة المحترفين. يعني وهم الزوار هي الأهمية الأولى تاعنا. يعني هناك استغلال للزوار. أكيد، لأنه الزوار يكلمونا دائما مع بواسطة يعني البريد الإلكتروني، ولا نحن على اتصال دائم نوجههم. في أغلب الحالات الزائر يكلمنا في خلال سنة، ممكن تعطيني شركة تعمل مثلا لي بومب، شركة تعمل لي فالف، شركة تعمل الصيانة الصناعية، أعطيني كونتاكت تاع الشركة، أعطيني رقم هاتف تاع مدير شركة تعمل الحديد، تعمل الحطب، وحنا رانا نقدروا نجاوبوهم، لأنه نحنا رانا في وسط يعني ما بين الزائر والعارض، ونحنا الوظيفة تاعنا هو أنه يبقى الزائر والعارض على اتصال دائم. دونك أكيد نعمل إشهار كل سنة من أجل، يعني أنا حاليا راني ندعو كل المحترفين في مجال الصناعة، في ميدان الصناعة، أن يعني يتقدموا إلى معرض صناعة خلال هذه الثلاث أيام، وحتى أنهم يحجزوا أماكن يكونوا معنا، يبنوا معنا هذه المنصة المهنية حتى تكبر، لأنه المنصة المهنية هي اللي تمثل مجال المهني في بلد. لو تكبر هذه المنصة المهنية النهار إن شاء الله صناعة يكون عندها 2000 عارض مختص في مجال الصناعة، راح هذا يكون أنه دليل أن لدينا قطاع صناعي جد جد مهم بالجزائر، وهذا هو الهدف تاعنا من الناحية يعني الاقتصادية، من الناحية من كل النواحي. نعم سيدة بشيري فريال، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.